تجي اسم المدارك بعلم الله منزله رفيعا خطى الشيطان تردك المهالك فلا تغدو له يوما تبيعا غدير الخير والبشرى كذلك لكل الناس تغمرهم جميعا ومن وحي الإله هنا نشارك ويبقى الخير للغير صنيعا على درب الهدى نلقى المسالك ونور الحق نبراسا بديعا نشيد بالتقى أرقى الممالك وخير الخلق للدنيا شفيعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أتشرف بأن ألقي بين أيديكم كلمة فيها تحذير من عدوكم الشيطان الرجيم الذي لا يريد بكم إلا السوء والشر. إن هذا العدو حريص على أن يكون من صفات الناس التعري والتفسخ وإظهار مفاتن أبدانهم وعوراتها، ولهذا كان من شأن هذا العدو أن جاء إلى أبينا آدم عليه السلام فأراد منه أن تزول عنه تلك الثياب التي جعلها الله ساترة لبدنه. يقول الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هكذا عدوك الشيطان يريد منك ألا تلتزم بشرع الله في هذا الباب، ولهذا قال في الآية التي قبلها: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة يعني من التعري وترك اللباس قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ثم قال في الآية التي بعدها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان أهل الجاهلية يتعرون عند أدائهم للمناسك بحجة شيطانية، يقولون: ثيابنا هذه عصينا الله بها، وما عصينا الله به فإننا لا نفعل الطاعات وهي علينا، فيطوفون بالبيت عراة. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قال: لا يطوفن بالبيت عار، أي أن العراة لا يطوفون بالبيت بعد يومهم ذاك، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. فانتهوا عما كانوا يفعلونه من التعري والتفسخ. لقد نهى الله المؤمنين والمؤمنات عن ذلك، فقال جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج بإظهار الزينة والمفاتن ليس
من شأن أهل الإيمان الذين يطيعون الرحمن، وإنما هو من شأن من يطيع عدوه الشيطان الرجيم. كفانا الله وإياكم شره، وأعاذنا الله وإياكم منه، وجعلنا الله وإياكم موفقين مسددين في كل أمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيا من يرتجي اسم المدارك بعلم الله منزله رفيعا، خطى الشيطان تردك المهالك، فلا تغدو له يوما تبيعا. غدير الخير والبشرى كذلك لكل الناس تغمرهم جميعا، ومن وحي الإله هنا نشارك، ويبقى الخير للغير صنيعا. على درب الهدى نلقى المسالك، ونور الحق نبراسا بديعا، نشيد بالتقى أرقى الممالك، وخير الخلق للدنيا. شفيعاً.